أحيانا صبرك على الزوجة والأولاد وأذى الآخرين قد يكون سببا في وقايتك من النار ودخولك الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحببت أن أتأمل معكم آية كريمة نستفيد منها في حياتنا اليومية. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سنحلل هذه الآية أيها الأحبة جملة جملة. وإن من شيء يعني تعني كل شيء، كل شيء يمكن أن تتخيله أيها الإنسان، سواء الرزق خزائنه عند الله، العطاء خزائنه عند الله، الحياة والموت، الأجل مكتوب عند الله، كل شيء يمكن أن تتخيله خزائنه عند الله، المطر. وما ننزله إلا بقدر معلوم. ماذا أستفيد أنا من هذه الآية أيها الأحبة؟ كيف أستفيد منها اليوم؟ هذه الآية تخاطبني وتخاطبك وتقول لك لا تحزن ولا تقلق، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر بقدر مكتوب. ليس كما يظن الكثير من الناس أنني لو لم أذهب إلى مكان معين لما أصابني هذا الشر، لو أنني فعلت كذا لا كان كذا. لا، القضية ليست كذلك أيها الأحبة. يجب أن تعتقد وتستيقن حتى تكون مؤمنا حقيقيا بالله أن كل شيء مكتوب ومقدر عليك تماما، ومع ذلك الله أعطاك حرية الاختيار كاملة. يعني هذه معادلة كثير لا يستوعبها كثير منا، لا يستوعب هذه المعادلة، ولكن هذه المعادلة صحيحة. الله يعلم كل شيء، الله لا ينزل الأشياء إلا بقدر. طيب موضوع الرزق أيها الأحبة موضوع يشغل بال الكثيرين، لأن معظم الناس الغالبية العظمى رزقهم قليل للأسف، يعني هذا واقعنا اليوم للأسف. ولكن يجب أن ننظر إلى هذا الأمر على أنه بلاء من الله، على أنه اختبار، لأنك لن تدخل الجنة إلا بعد اختبار أخي الحبيب. وضيق الرزق هو اختبار من الله سبحانه وتعالى. خزائن هذا الرزق عند الله. كل قرش ستحصل عليه مكتوب عند الله، ولا يمكن أن تحصل عليه إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. هنا تحضرني آية أخرى الله تعالى يقول فيها: ولو بسط الله الرزق لعباده. يعني أيها المؤمن، لو أن الله فتح عليك أبواب الرزق ما الذي سيحدث؟ هنا لعباده، عباده يعني تشمل المؤمن والكافر وكل المخلوقات، عباد الرحمن عباد الله. ولو بسط الله الرزق لعباده، ما هي النتيجة؟ لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء. يعني الله سبحانه وتعالى عليم بنا، خبير بما يصلحنا، حكيم، حكيم، عليم، خبير، يعلم وضعك أيها الإنسان، فينزل عليك بقدر، بميزان، بقدر يعني بميزان محدد وبنسبة محددة محسوبة عند الله سبحانه وتعالى، مقدرة بقدر يعني نسبة مقدرة من الرزق يعطيك الله إياها، هي التي ستصلحك، ستصلح حالك. هناك من الناس من يصلحه كثرة المال فيعطيه الله، يعطيه الله سبحانه وتعالى المال الكثير. هناك من الناس من يصلحه قلة المال فلا يعطيه الكثير من المال. فهذه المعادلة أخي الحبيب ينبغي أن تتخيلها وتتصورها، وتعلم أن الله عز وجل
لا يريد لك إلا الخير. الله يريد لنا الخير، لماذا خلقنا؟ يريد أن يدخلنا الجنة، ولكن هناك اختبار بسيط تتعرض له أنت اليوم بسبب أن الله يحبك، وإلا الله عز وجل قادر أن يغدق عليك أبواب الرزق كما فتح أبواب الرزق على قارون الذي امتلك من الكنوز الشيء الكثير وخسف الله به الأرض وهو الآن يعذب في نار جهنم. أغدق الرزق على فرعون. فرعون ماذا قال؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أهلكه الله وهو الآن يعذب في نار جهنم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب أنت تحب أن تكون مع هؤلاء؟ لا، أنا أحب أن أكون مع الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي كانت تمر الأشهر ولا توقد نار في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم، وإيقاد النار دليل على وجود اللحم أو وجود الطعام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله لا يحبه؟ بالعكس أخي الحبيب، كلما ضاق الرزق أكثر اعلم أن الله يحبك، ولكن كيف تعلم أنه يحبك؟ إذا كنت تقول الحمد لله، إذا كنت ترضى بما قسم لك الله، فأنت إذن في اختبار ونجحت في الاختبار، لأنك لم تكفر ولم تلحد ولم تتذمر ولم تشكو الله إلى عباد الله. دائما ليكن لسان حالك يقول الحمد لله. إذن الصبر على قلة الرزق هذا أحد أنواع الصبر التي تدخلك الجنة، والصبر على المرض أيضا هو أحد أنواع الصبر الذي قد يكون سببا في دخولك الجنة. الصبر على أذى الزوجة والأولاد، أحيانا صبرك على الزوجة والأولاد وأذى الآخرين قد يكون سببا في وقايتك من النار ودخولك الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أخي الحبيب تذكر هذه الآية، أن الله عز وجل ضيق رزقك لحكمة هو يعلمها، والله قادر أن يعطيك المليارات، غير عاجز، هو يعطي، أنت ترى كيف يعطي الناس، فغير عاجز أن يعطيك الملايين والمليارات، ولكن الله لا يريد الدنيا، يريد الآخرة، يريد الجنة، يريد أن يدخلك الجنة. وبالتالي يعني احفظ هذه الآية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وتذكر الآية الثانية أيضا، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. تذكر أن الله لا يريدك أن تطغى في الأرض، وتذكر حياة حبيب سيد البشر، حبيب الحق تبارك وتعالى، أكرم مخلوق عند الله. لو كان المال شيء مهم لكان أعطاه القصور والكنوز وأعطاه المليارات، ولكن الله لا يريد الدنيا ولا ينظر إلى الدنيا، لأن هذه الدنيا ستدمر بالكامل. الله يريد الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الدار الآخرة جميعا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.